المذابح، ذبح الآخرين، تصفية الآخرين تتم بسم الله وعلى أنه الجهاد في سبيل الله. هذا هو الجهاد، هذا مراد الله تبارك وتعالى، هكذا يقال الله يريد هذا. عجيب، إلى هذه الدرجة يمكن أن نتجرع على الله تبارك وتعالى، نغتصب صلاحيات الله، نتكلم باسم السماء بمثل هذا العنفوان وهذا الغرور وهذا الانتفاخ الساذج